يبدو أن صفحة العراق في كتاب مونديال الشباب سيبقى محررها بدون منازع ابن القرى الشمالية فرحان شكور. كان واحدة من المفاجآت أنه لاعب يأتي من قرى العراق الشمالية ويكون في هكذا محفل وفي هكذا مكانة ويحسم المباراة لصالح العراق، يجب أن تكون هي هذه المفاجأة، وهي واحدة من المفاجآت والحمد لله. هذا ما قاله المدرب حكيم شاكر بعد مباراة الثمن النهائي، وهذا ما تحقق في الربع النهائي أمام الشمشون الكوري. وبعد أن افترق المنتخبان على التعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة في الوقت الأصلي من المباراة، شهدت الدقيقة 18 بعد 100 إصرار فرحان على التقدم بالليوث. وكانت الدقيقة الأخيرة شاهدة على كبرياء هيونشيول جونغ الذي أصر على تأجيل الحسم إلى ركلات الترجيح. محمد حميد تألق في صد الركلة السادسة وضاعف من حظوظ العراقيين. فيما ارتبطت سعادة شعب ذات يوم بسعدان، ارتبطت فرحة شعب العراق بفرحان. النجوم السوداء واصلت بريقها ولمعت في سماء إسطنبول. اللمعان انطلق بأرجل موزيس أوجر في الدقيقة 11، لكن نيكولاس كاستيو أعاد هدفه في مرمى إسبانيا في الدقيقة 23. وبعد هدفي هاري كيز لشيلي وإنكوم لغانا، امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي الذي شهدت أولى 8 دقائق منه هدفا ثالثا لشيلي برأس المتألق أنجيلو أنريكيز ليعادل صاليفو سايدو النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 13 بعد 100. وعندما كان الحكم ريتزولي يتأهب لإطلاق صافرة النهاية، أرغمه المتألق أسيف وينكوم برابع أهدافه في الدورة على إعلان تأهل البلاك ستارز إلى المربع الذهبي لمواجهة الديوك.